قصتنا التالية مشاهدينا عن العم حسام عبودي، وهو من أهالي الموصل أم الربيعين، الذي اضطر للرحيل عن مدينته بعد سيطرة تنظيم داعش عليها لكونه مسيحي الديانة. بمساعدة أصحاب دربه ورفاقه وجيرانه في المنطقة، والآن بعد استعادة مدينته نجح عبودي بالعودة لدياره. تفاصيل أكثر عن قصة العم حسام نتابعها في تقريرنا التالي. سيذكر التاريخ جيدا هذا الاسم، العم حسام عبودي، الذي كان آخر رجل مسيحي خرج من الموصل وأولهم رجوعا إليها. حسام عبودي رفض الخروج من المدينة وفضل الموت على أن يغادرها، لكن صديقيه المسلمين أجبراه على الخروج خوفا على حياته. أولا أنا عراقي ابن الموصل حباء، ابن أم الربيعين، آخر مسيحي غادرني هنا وأول مسيحي دخلني هنا. دخلت ببكاء، خرجت ببكاء ودخلت ببكاء، لأن البكاء دخلت بها حصرا الأرض وبيتي وعرضي، ناس صهدت. البكاء الثاني بكاء فرح من شبت أصدقائي وناسي اللي ما شبتهم، بالأخير شبتهم. دخلت آني شبت بس عامر الوحيد. رضوان محمد وعامر أبا كرم كانا من أبطال قصة الهرب، فالأول قام باصطحابه بسيارته الخاصة غير مباليا بسيطرات التنظيم التي أحصاها ولعب دور الكشاف عامر أبا كرم، حتى أوصلاه إلى بر الأمان وتحديدا منطقة الدير. وفي الشهر 12 من العام الماضي كانت المعارك ما تزال مشتعلة في عدد من أحياء الأيسر. عاد حسام بالدموع، لكن هذه المرة بدموع الفرح. الحقيقة الليلة اللي وصلنا الخبر بالنسبة للأخوة المسيحيين إنه أما يطلعون يهاجرون أو يبقون، أما يأسلمون أو يدفعون الجزية حسب ما موجود بشرعهم، هذا حسب ما موجود بشرع الدواعش. فهذيك الليلة كانت ليلة مشؤومة علينا، يعني شلون راح تفارق انت واخ عزيز عليك عايش عمر وياه، شلون راح تقدر تستغني عنه وتفارقه الى منطقه بعيده عنك. فالحقيقه صارت ليله مشؤومه، يعني بس يصير مجال للسياره تمشي، والله الساعه 4:30 اخليه بالسياره واطلع. غامرت، طلعت، المهم وصلت الى منطقه الدير. يعني فد مره من طلعناه الساعه 4:30 الصبح، يعني قمنا نبكي، هو بالناس قام يبكي، قام قال يعف ارضه يعف عرضه. لما ما وصلنا غادي، انا طلعت وراهم بسياره راقبهم لما ما وصلوا المكان ورجعت. طلعت حتى مسيحيين يصرخون الذهب وفلوسهم الدواعش والسيطره مع الشلالات. العم حسام عبودي اراد ان يوصل رساله للعالم اجمع بان الموصل ستبقى عراقا مصغرا لجميع الاديان والطوائف. لقناة الفلوجة الفضائية، أحمد جفال.